طيب احنا بنتكلم لسه عن يعني السياسات يمكن الجديده والسياسات التشريعيه الجديده، لكن خلينا نروح مع حضراتكم دلوقتي للاعلان اللي عمله الجهاز المركزي للتنظيم والاداره برئاسه الدكتور صالح الشيخ عن مساله حاجه وزاره التربيه والتعليم والتعليم الفني لعدد من المدرسين، ودي يمكن مسابقه بتتعمل كل سنه. السنه دي عايزين 11,114 مدرس مساعد للفصول في الصفوف الابتدائية، الصف الأول والثاني والثالث للعام الدراسي 2024-2025. دي مسابقة مهمة جدا بتتعمل وبيستناها عدد كبير، لأنها طبعا بتقدم فرص عمل لكل الراغبين في أنهم يلتحقوا بوظيفة المعلمين. والمسابقة هتكون في الفترة من 18 لحد 31 يناير. خلينا نعرف مع حضراتكم الشروط والتفاصيل الخاصة بهذه المسابقة. معانا دلوقتي على التليفون أستاذة مارينا ثروت، معاون رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتقييم القدرات. مساء الخير على حضرتك، ويعني لو تقولي للسادة المشاهدين أهم الشروط والتفاصيل في هذه المسابقة. مساء النور يا فندم، اهلا بحضرتك فندم والساده المشاهدين. اهلا بسيادتك وكل سنه وانت طيبه. الحقيقه يا فندم زي ما حضرتك ذكرتي، بالنسبه لي مسابقه ال 30,000 معلم او المسابقه المركزيه لتعيين المعلمين مرحله معلم فصل، المسابقه تم الاعلان عنها النهارده بتاريخ 2 يناير. هيتم فتح باب التقديم للوظيفه من يوم 18 يناير الى يوم 31 يناير الجاري. طبعا تم الاعلان عنها النهارده بكافه الشروط والتفاصيل عشان الساده المتقدمين شغل الوظيفه يبتدوا ان هم يحضروا الاوراق المطلوبه والمستندات المطلوبه منهم. فدايما بحرص الجهاز يجيب مده كافيه للاعلان علشان خاطر الناس تبتدي تجهز اوراقها ومستنداتها وتبتدي تقدم اول ما يفتح باب الاعلان. لكن الحقيقه خليني اوضح لحضرتك وللساده المشاهدين، هو المنظومه المسابقات المركزيه اللي من خلالها اصلا بيتم الاعلانات. فمنظومه المسابقات المركزيه المنشاه للجهاز المركزي للتنظيم والاداره هي استحقاق قانوني، لأن دستور جمهورية مصر العربية بينص على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة دون محاباة أو وساطة. يليه قانون الخدمة المدنية اللي بيقول أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة والجدارة. ومن هنا كانت نشأة بوابة الوظائف الحكومية ومركز تقييم القدرات والمسابقات، والاثنين دول هم الشقين لمنظومة المسابقات المركزية. فالاعلان النهارده نزل على بوابه الوظائف. بوابه الوظائف ده الجوب بورتال، ده ويب سايت، ده موقع الكتروني بيتم الاعلان عليه على كافه الوظائف الشاغره في وحدات الجهاز الاداري للدوله. تمام؟ وبينزل شروط الاعلان والمستندات المطلوبه الخاصه بكل وظيفه. ثم المتقدمين بيبتدوا ان هم يقدموا اوراقهم الكتروني دون اي تدخل بشري وفقا للشروط المعلنه في الاعلان. بيتم تقديمها على تلك البوابه. بتقبلوا عدد قد ايه استاذه مارينا؟ يعني ولا هو التقديم مفتوح لكل الاعداد؟ احنا عايزين 11,000 معلم، بتاخدوا لحد كام الف علشان تقدروا بعد كده تختاروا على حسب الكفاءات؟ كافه المتقدمين اللي بينطبق عليهم الشروط يقدروا ان هم يقدموا بدون اي حد ادنى او حد اقصى للاعداد. احنا العدد المطلوب لوظيفه معلم مساعد فصل زي ما حضرتك اوضحتي 11,114 وظيفه. لكن اي عدد بيقدم بيتم التعامل معاه ان هو بيقدم عادي على الاعلان، وبعدين بتتم مرحله الفرز الالكتروني، بيتم فرز اوراق الساده المتقدمين ومستنداتهم علشان نشوف هل هم مطابقين للشروط المعلن عنها او لا. هل بيكون في مراعاه للتوزيع الجغرافي في الموضوع؟ يا فندم طبعا التوزيع الجغرافي، المسابقه دي مسابقه بالمحافظه. يعني حضرتك المسابقه هي 27 اعلان بداخلها الحقيقه، يعني معلم مساعد فصل لمحافظه القاهره لمحافظه الجيزه وهكذا 27 محافظه، ففي تمثيل لكافه المحافظات في هذه المسابقه. فارجع لحضرتك تاني، بعد ما بيتم فرز اوراق الساده المتقدمين والتاكد من مطابقتها من عدمه، المطابق للشروط وفقا للاعلان بيتم اختاره عن طريق بوابه الوظائف انه تم مرحله القبول المبدئي لدخول الاختبار الالكتروني، وبيتم تحديد الميعاد ليه ده برساله على بوابه الوظائف الحكوميه، لانه اول ما بينتهي من عمليه التقديم البوابه اوتوماتيكلي بتبعت له كود عشوائي خاص بالمتقدم ده فقط،
وبالتالي هو بيقدر يتابع بعينه من خلال الكود ده عن موعد الامتحان وكافة التفاصيل. فوانس انه هو مطابق واتبعتت له رساله الموافقه وتحديد الاختبار الالكتروني، بيبتدي يشرفنا في الجزء الثاني من منظومه المسابقات المركزيه، وهو مركز تقييم القدرات والمسابقات. فالمركز ده فولي اوتوميتد، المركز ده ممكن بالكامل. المتقدم لشغل الوظيفه بيروح من خلال الكود والرقم القومي الخاص بيه، بيقعد على جهاز الكمبيوتر بيمتحن بدون اي تدخل بشري. الامتحان طبعا بيتصحح الكتروني. الامتحان بيبقى مكون من 4 أجزاء رئيسية. أول حاجة هو الاختبار أو الكفايات السلوكية والنفسية، ده اختبار نفسي سلوكي psychometric test، بيختبر على الجدارات الوظيفية العامة، أولها مثلا الالتزام والانضباط، اتخاذ القرار، القابلية للإبداع، ثم الجدارات الوظيفية، الجدارات الوظيفية الخاصة بكل وظيفة على حدة. فالجدارات الوظيفية للمعلم تختلف عن الجدارات الوظيفية للمهندس، الجدارات الوظيفية للطبيب. وأخيرا في الجزء السايكوماتريك بيمتحن على الاختبارات العقلية أو اختبار القدرات الذهنية الاي كيو تيست. شكل التعاقد يا أستاذة مارينا بيكون عامل إزاي مع المعلم من خلال هذه المسابقة؟ شكل التعاقد بيكون عامل إزاي مع المعلم من خلال هذه المسابقة؟ هو الجهاز دوره ينتهي عند مرحلة الاختبار الإلكتروني وتسليم النتائج للوزارة المعنية. فالتعاقد ده الجزء المعني بيه طبعا الوزارة، وزارة التربية والتعليم، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني هي اللي بتحضر طبعا التعاقد، وهو بيبقى موجود فيه شروط التعاقد. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذة مارينا ثروت، معاون رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتقييم القدرات، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا.